التواصل مستمر مشاهدينا الكرام مستمعينا الافاضل على بركه الله. ينطلق شوطنا الخامس بمجموع اشواطنا الصباحيه لهذا اليوم الخاصه بالابكار. الحجايج والمسافه هي 3 كيلو مترات على بركه الله. انطلاقه سليمه وموفقه لهذا السن على بركه الله. نبدأ مع شقب على مقدمة هذا الشوط محمد بن سطاب الرشيد السويدي. من يبدأ مع شقب على المركز الأول والمركز الثاني ثاني المراكز مياسة سعيد بن حياب سعيد بن حزين بن ثعيل بن هايري على ثاني المراكز والمركز الثالث. هناك مذيار سالمين بن محمد بن سالم العامري من يتابع مذيار على المركز الثالث والمركز الرابع رابع المراكز. هناك ايضا هناك الشاردة عيسى بن عبد الله بن ميع من يتابع الشاردة على المركز الرابع والمركز الخامس. هناك ايضا بالصوغان حميد بن سيب بن حميدان الفلاسي على المركز الخامس والمركز السادس. هناك طلعه ناصر بن حمد بن سهيل بن عويضه الخيلي على المركز السابع والمركز الثامن. هناك ايضا الانضمام والتواجد في هذا الشوط الظبي عبد الله بن خليفه بن مايد المسافري من يدفع بالظبي على المركز السابع والمركز الثامن. هناك ايضا الدخول والتقدم من البلشه سعيد بن عبد الهادي بن علي بن عبد الهادي الشهواني وصل الشهواني في هذا الشوط والمركز التاسع. وصل بن حنزاب مع ليالي حمد بن علي بن يابر الحنزاب المري وصل مع ليالي على تاسع المراكز والمركز العاشر. اختم هذا النداء مع بروك عبد الله بن حمد بن تريحيب بن نايفه الهاجري. هكذا النتيجه للعشره المراكز المتقدمه في هذا الشوط. نعود مع البدايه الكادر الاول شغب وهي شغب على مقدمه هذا الشوط محمد بن سلطان الرشيد السويدي من يتابع شغب على المقدمه وعلى صداره هذا الشوط. ثاني المراكز وثاني التحديات. هناك وصل ايضا وصلت بلشه سعيد بن عبد الهادي الشهواني من يتابع بلشه على المركز الاول. ركز يا هنا يا ركز يا الشهواني على هذا الانطلاق المميز والمركز الثالث. مذياق سالمين بن محمد بن سالمين بن مبارك العامري على المركز الثالث والمركز الرابع. هناك مع بن حزيم هناك من يتواجد مع مياسه سعيد بن حزيم بن ثعلب الهايري على المركز الرابع والمركز الخامس. هناك مياسه نايل بن راشد النايلي الشامسي وصل مع مياسه على المركز الخامس والمركز السادس. هناك ايضا طلع ناصر بن حمد بن سهيل بن عويضه الخيلي على المركز السادس والمركز السابع. المراكز الشاهنيه سالم بن العبد بن خميس الوهيبي على المركز السابع والمركز الثامن. ايضا الانضمام والتواجد في هذا الشوط الدانه راشد بن عبيد بالهلي الهايري. هكذا الاسماء المتقدمه لهذا الشوط. ولكن اتابع البدايه شغب وهي شغب على مقدمه هذا الشوط محمد بن سلطان بن رشيد السويدي من يتابع شغب على المقدمه وعلى صداره هذا الشوط. الشهواني على المركز الثاني. هناك عبد الهادي سعيد بن عبد الهادي الشهواني. يلا يا شهواني حرك امورك ولكن شوف الدخول من الشاهنيه سالم بن العبد بن خميس الوهيبي. وصلوا الوهيبي غير مع البدايه مع صداره هذا الشوط الوهيبي على المقدمه. ولكن هنا المركز الثالث هناك ايضا الانضمام. هناك البداية وهناك الصدارة على مقدمة هذا الشوط. سلهودة مطر بن محمد بن علي المنصوري ولكن أعود مع هناك الشهواني قادم والبداية الأخيرة النهاية مع من الشهنية سالم بن العبد بن خميس الوهيبي. سلام يا السلطنة سلام على فوز المركز الأول. تهانينا والناموس من المركز الثاني. عندك الشهواني بلشه سعيد بن عبد الهادي الشهواني والمركز الثالث. شغب محمد بن سلطان رشيد السويدي والمركز الرابع. هكذا النتيجة مشاهدينا الأعزاء. عود بالتهنئة.
لمالك الشاهنية سالم بن العبد بن خميس الوهيبة. توقيت زمني 4:25 35 ثانية 20 جزء من الثانية. تهانينا والنمس.